فينا ويعافيكم جميع. أنا لا أدعو إلى السياحة إلى هذه البلد أو إلى أي بلد ثاني، بلدنا جميل وأسأل الله أن يجعله من أحلى البلاد، ومتفائلين خير في نيوم وأمالة يعني أنا أعرف أمالة وأعرف نيوم واشتغلت فيها وفيها مستقبل واعد للسياحة السعودية، وراح تشوفوني إن شاء الله قريبا أغطي لكم السياحة في نيوم وفي أمالة بإذن الله. وأسأل الله أن يبعد شبابنا وبناتنا عن الحرام وعن المخدرات ويسعدكم يا رب. نحن فقط هنا للمتعة البصرية ومتعة الطبيعة والاستمتاع بالأجواء الحلوة، وكل من يجي سعودي هنا مو معناته أنه راح يشرب مخدرات ولا يدق البلاوي ذي الإبر والهروين والمصايب هذه، ولا راح يمارس يعني أعمال جنسية محرمة. شبابنا إن شاء الله فيهم الخير والناس تيجي تتمشى وتبرد بس، وفالكم التوفيق يا حبايبي وإجازة سعيدة وابردوا والله يسهل أمورنا وأموركم.